السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم معايا متابعيني الكرام، فيديو جديد فضلا وليس أمرا، لايك للفيديو واشتراك في القناة وجزاكم الله كل خير. من خواطر الشيخ متولي الشعراوي وتفسيره لآيات كتاب الله الحكيم وتفسيره لسورة الكهف وآية إنك لن تستطيع معي صبرا، يقول: تساءلت يوما لماذا كل هذا الإصرار من سيدنا موسى عليه السلام لبلوغ المكان الذي سيلقي فيه سيدنا الخضر عليه السلام، وإذا قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، ولماذا سيدنا موسى تحديدا الذي قدر له من بين جميع الأنبياء والرسل أن يقابل سيدنا الخضر الأكثر علما ورحمة؟ قصة موسى والعبد الصالح لم تكن كغيرها من القصص. لماذا؟ لأن القصة تتعلق بعلم خاص ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي، إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة أخرى خاصة، علم القدر الأعلى، علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة كما أسدلت على مكان اللقاء وزمانه، وحتى الاسم عبدا من عبادنا كان هذا اللقاء استثنائيا يجيب على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض وما عليها. السؤال هو: لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ ولماذا يموت الأطفال؟ وكيف يعمل القدر؟ البعض يذهب إلى أن العبد الصالح لم يكن إلا تجسيدا للقدر المتكلم لعله يرشدنا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أهم مواصفات القدر المتكلم كما وصفه الله عز وجل أنه رحيم عليم، فالرحمة سبقت العلم. فقال النبي البشر موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يرد القدر المتكلم الخضر: قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا؟ ففهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشري، ولن تصبر على التناقضات التي تراها. فيرد موسى بكل فضول البشر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. هنا تبدأ أهم رحلة توضح لنا كيف يعمل القدر. يركبان في قارب المساكين فيخرق الخضر القارب. تخيل معي المعاناة الرهيبة التي حدثت للمساكين في القارب المسكوب، معاناة، ألم، رعب، خوف، تضرع. جعلت موسى البشري يقول: قال أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. عتاب للقدر كما نفعل نحن تماما: أخلقتني بلا ذرية كي تشمت بي الناس، أفصلتني من عملي كي أصبح فقيرا، أأزحتني عن الحكم ليشمت بي الأراذل. يا رب لماذا كل هذه السنوات في السجن؟ يا رب لماذا هذا الزلزال المدمر؟ يا رب أنا أستحق هذه المهانة؟ وتكون الإجابة بسؤال أيضا: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل لك إنك أقل من أن تفهم الأقدار؟ ثم يمضيان بعد تعهد جديد من موسى بالصبر، فيمضي الرجلان. ويقول الخضر الذي وصفه ربنا بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام ويمضي، فيزداد غضب موسى عليه السلام وهو النبي الذي يأتيه الوحي ويعاتب بلهجة أشد: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. تحول من إمرا إلى نكرا، والكلام صادر عن نبي أوحي إليه، لكنه بشر مثلنا ويعيش نفس حيرتنا. فيؤكد له الخضر مرة أخرى: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
ثم يمضيان بعد تعهد أخير من موسى كليم الله بأن يصمت ولا يسأل، فيذهبان إلى القرية فيبني الخضر الجدار ليحمي كنز اليتامى. وهنا ينفجر موسى فيجيبه من سخره ربه ليحكي لنا قبل موسى حكمة القدر. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا تتجلى حكمة الله التي لن تفهم بعضها حتى يوم القيامة. إن الشر نسبي، ومفهومنا كبشر عن الشر قاصر لأننا لا نرى الصور كاملة. فالقدر أنواع ثلاث: النوع الأول شر تراه فتحسبه شر فيكشف الله لك أنه كان خيرا، فما بدا شر لأصحاب القارب اتضح أنه خيرا لهم. وهذا هو النوع الأول، ونراه كثيرا في حياتنا اليومية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. النوع الثاني مثل قتل الغلام، شر تراه فتحسبه شر لكنه في الحقيقة خير، لكن لن يكشفه الله لك طوال حياتك فتعيش عمرك وأنت تحسبه شر. هل عرفت أم الغلام حقيقة ما حدث؟ وهل أخبرها الخضر الجواب؟ طبعا لا، وبالتأكيد قلبها انفطر وأمضت الليالي الطويلة حزنا على هذا الغلام الذي ربته سنينا في حجرها ليأتي رجل غريب يقتله ويمضي. وبالتأكيد هي لم تستطع أبدا أن تعرف أن الطفل الثاني كان تعويضا عن الأول، وأن الأول كان سيكون سيئا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهنا نحن أمام شر مستطير حدث للأم ولم تستطع تفسيره أبدا، ولن تفهم أم الغلام أبدا حقيقة ما حدث إلى يوم القيامة. نحن الذين نمر على المشهد مرور الكرام لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك، أما هي فلم ولن تعرف. النوع الثالث من القدر، وهو الأهم، الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري، لطف الله الخفي، الخير الذي يسوقه لك الله ولم تره ولن تراه ولن تعلمه. فهل اليتامى أبناء الرجل الصالح عرفوا أن الجدار كان سيهدم؟ الجواب قطعا لا. هل عرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ الجواب قطعا لا. هل شاهدوا لطف الله الخفي؟ الجواب قطعا لا. هل فهم موسى السر من بناء الجدار؟ الجواب قطعا لا. نرجع إلى كلمة الخضر القدر المتكلم الأولى: إنك لن تستطيع معي صبرا. لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله. الصورة أكبر من عقلك. استعن بلطف الله الخفي لتصبر على أقداره التي لا تفهمها، وثق في ربك فإن قدرك كله خير. وقل في نفسك: أنا لا أفهم أقدار الله، لكنني متسق مع ذاتي ومتصالح مع حقيقة أنني لا أفهمها، لكنني موقن كما الراسخون في العالم أنه كله من عند الله. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.